كان في كبسي عملية اغتيال لشباب كتاب الأقصى في مخيم جنين. دخل الجيش، طبعا احنا ما كناش، كان الساعة 4، ما كناش متوقعين يعني يوصلنا لهي الدرجة. نايم في الطريق، هاي صاحبي نايم هون، لمح خيال جندي تحت بقول شو هذا، كلمة شو هذا يعني ما كلش جيش ولا شيء، مجرد قال كلمة شو هذا مباشرة هات سلاح، جندي إسرائيلي قدامي بالضبط يعني وين وقف الشاب هناك مباشرة 10 متر، طلقت رصاصة، رصاصتين، ثالثة على الجهة، أطلقت على اللي وراه، الثالث الرابع، عين على الجنود وعين على أصحابي، أصحابي أخذوا بالانسحاب من المنطقة هاي، أطلقت الرابعة والخامسة، انتبهت أصحابي كليتهم طلعوا مع إطلاق النار، مع رجوع إطلاق النار ورجوع إطلاق النار ورجوع إطلاق النار ورجوع إطلاق النار ورجوع، طبعا من المنطقة هاي شايف أكثر لتحت جنود، أطلقت والجنود برجعوا لورا، طلعت أصحابي كلهم مش موجودين بالموقع طلعوا، عملية انسحاب كاملة كمان تغطية 4 رصاصات، رجوع لورا 4 رصاصات، انسحاب كامل. بعد ما اجاني الولد زددت اصرار اني احقق اشي قبل لا يصير علي اشي، لانه ابوي وسيدي نفس العملية من المقاتلين والمقاومين، لا قدروا يعطوني حياة اني اعيش فيها بسلام وبامان، سيدي ما قدرش يعطي حياة لابوي انه يعيش بحياة مسالمة وبامان، ابوي نفس العملية ما قدرش يحقق لي اني اعيش في امان وسلام، وانا هسه الخوف اني انا ما اقدرش احصل حق او ما اقدرش احصل امن وسلام لابني في ظل الوضع الحالي، الامل معدوم مش بس عند زكريا، عند الشعب الفلسطيني كليته، وانا واحد من الشعب اللي عايش يعني عايش ومطلع على الوضع العام، فلهذا السبب يعني بفكرش في الموضوع هذا كثير. انا من ناحيتي حاب انه يكون ابني متعلم، حاب انه يعيش حياه افضل من الحياه اللي انا عايشها، حاب انه يحصل على شهادات علميه، يصير دكتور، يصير محامي، يصير مهندس، يصير يصير يصير، هذا امنيتي وحابه وراح اعمل عليه. بس اذا الاسرائيليين فتحوا المجال انه ابني يكبر لهذا مخيم جنين، بنيامين بن العازر اللي انتخبوه أعضاء السلام والكتل والأحزاب اليسارية في إسرائيل، تولى القيادة شائل مفاز في اليوم 7 و8، طبعا ألحقوا هزيمة في حارة الدمج في الجيش الإسرائيلي هون، وكان من قرارات الحكومة إنه يتولى الأمور وزير الدفاع بنيامين بن العازر، فأجا بنيامين بن العازر على المخيم بطيارة الأباتشي وكان على رأس المخيم من فوق من هون. طبعا كان هناك إصرار للتحدي حتى لو بنيامين بن العازر، كان كمين ال 13 مفاجئ لنزوله لساحة المعركة لبنيامين بن العازر، كان كمين ال 13 هذا الامر استدعى انه ينزل شارون بنفسه، واجا شارون بنفسه على مخيم جنين يدير عمليه اقتحام مخيم جنين، فكان قرارهم انه هدم مخيم جنين باكمله. طبعا احنا كمقاومين كان في عنا قرار اما النصر بالمعركه اما الشهاده، الذخيره كانت كافيه جدا، اعطانا المجال انه ما يكونش اطلاق النار عشوائي او على اوتومات، يعني
للبنادق في شيء اسمه اوتومات وفي اسمه وحده وحده فردي. كان القرار كليته فردي انه ما حدا يحط على اوتومات، انه رصاصة لازم تصيب. اللعب بالمتفجرات صار يعني ثقافه في المحلية. الجيش الاسرائيلي اعطى هاي الثقافه، هو اللي اعطانا هاي الثقافه. يعني لما المركبه خمسه اضخم اله عسكريه في الـ في الـ في في دول العالم اللي هي دبابه، مركبه خمسه اضخم اله عسكريه مزبوط، لما يكون طفل عمره 12 سنه واقف على ظهره من فوق، الجيش الاسرائيلي اعطى هذا الطفل انه يكون يعني في جبروته. خلال الاشتباكات حصلنا على عده للاسرائيليين للجيش الاسرائيلي، من ضمن العده كيت خارطه جويه للمخيم. بتطلع على البيوت بعد ما انتهت المعركه، بتطلع على البيوت المخيم، هاي دار مين، هاي دار مين، هاي دار مين، هاي دار مين. طيب احنا مش عندنا تصوير جوي شغله زي هيك، يعني شفناها شغله يعني غريبه نشوف المخيم مصور من فوق. فبدور على بيتنا من بين البيوت، لقيت عليه اكس احمر. كنت في المقاومه لانه كان في اجتياح للمخيم. اجاني خبر انها استشهدت امي وانها موجوده في البيت. طبعا حاولت اني اصل البيت ما قدرتش، بس انا على قناعه ان انا اشرب حسرتها، انا اشرب حسرتها ولا هي تشرب حسرتي. لاني بشوف اميات الشهداء استشهدت امي ما نزلتليش ولا دمعه. احتمال لانه بجوز انا بتوقع انه ما ضلش دموع، جف خلص انتهى، ما ضلش شيء اللي تبكي عليه او تتحسر عليه او تتاسف عشانه. كان معي بندقيه مش هاي غيرها، شعرت انه انتهيت خلاص، ما ضلش قدام شيء. إذا بدي أقول لك بجوز الاحتمال يعني أكثر واحد من أكثر ناس من أصحابي، بجوز أنا ما كنت شاعر بهذا الشعور، شعروا إن البندقية كانت تتفجر. بتاعتي. يعني بجوز خلال ساعة ضربت 22 مخزن.